بعيداً عن الحرب العسكرية القائمة بين المغرب وجبهة البوليزاريو، تظهر حرباً أخرى أكثر فتكاً بحقوق الصحراويين، حرب اقتصادية تنهب من خلالها الثروات في أرض اغتصبها المحتل المغربي منذ سنين. مجموعة اليسار بالبرلمان الأوروبي ومؤسسة واماندوبات تكشف في تقرير أسود عن نشاط مشبوه وغير قانوني لعدد من الشركات الأوروبية في الأراضي الصحراوية المحتلة. بحسب التقرير، فالشركات الأوروبية المتورطة تساهم بشكل أو بآخر في ارتكاب جريمة حرب بحكم أنها المستفيد الأول من استغلال الموارد الغنية والثروات البطنية للمناطق المحتلة التي أسالت لعاب نظام المخزن. رغم أن الأمر يعتبر انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية، ناهيك على أن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قضت بإلغاء اتفاقيات أبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب، فإن المتضرر الوحيد من كل هذا هو الشعب الصحراوي الذي يعاني لعقود بسبب الاحتلال.